السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مشاهدينا الكرام أينما كنتم. في هذه الحلقة سنتعرف على كيفية عمل صورة مصغرة لفيديوهات اليوتيوب باستخدام هاتفك وبدون برنامج الفوتوشوب. وتعتبر الصور المصغرة بمثابة لوحات إعلانية تحث المشاهدين لاتخاذ قرار فيما يتعلق بمشاهدة مقاطع الفيديو التي تنشرها. فكلما كانت هذه الصور مثيرة وجذابة فإنها تشجع المشاهدين للنقر على مقاطع الفيديو التابعة لك ومشاهدتها حتى النهاية، وتجعل المحتوى جذابا لمجموعة واسعة من المعلنين. وبذلك فإنه من المهم أن تضيف صور مصغرة لفيديوهاتك على اليوتيوب لجذب عدد أكبر من المشاهدين، وبالتالي تطوير قناتك من خلال زيادة عدد المشاهدات والمشتركين. توجد عدة أدوات ستساعدك على عمل صور مصغرة جذابة، من بينها الفوتوشوب، لكن إذا كنت تعمل على هاتفك فأقترح عليك أخي الكريم طريقة سهلة لتصميم صور مصغرة من خلال هاتفك فقط. قبل أن نبدأ المرجو دعم القناة من خلال الضغط على سبسكرايب وتفعيل زر الجرس وإضافة تعليق مشجع من أجل استمرار القناة. في البداية قم بتحميل خلفية مناسبة وبجودة عالية، فمثلا سأستخدم هذه الخلفية ثم أقوم بتحميلها على هاتفي. الآن بعد تحميل الخلفية يمكنك أيضا استخدام صورة خاصة بك أو أي صورة لشخص يعبر عن شيء ما مثل الإعجاب أو الحيرة وغير ذلك، ثم تقوم بالتوجه إلى هذا الموقع الذي سبق وأن شرحناه في حلقة سابقة. رابط هذه الحلقة ستجده في الوصف أسفل الفيديو. بعد الدخول إلى هذا الموقع قم بالنقر على هذا الخيار لجلب الصورة الخاصة بك، ثم انتظر قليلا إلى أن يتم إزالة الخلفية من الصورة. وكما يظهر لك فإن ذلك تم في وقت وجيز وبشكل احترافي. الآن اضغط على داونلود لتحميل الصورة على هاتفك. إذن بعد أن قمنا بتحميل خلفية جذابة وأيضا إزالة الخلفية من الصورة الثانية، نتوجه الآن إلى هذا التطبيق، تطبيق بيكسارت، والذي يمكنك تحميله من الوصف أسفل الفيديو. بعد تحميل التطبيق وتثبيته على هاتفك قم بتشغيله، ثم قم بعمل حساب لك على التطبيق إما عن طريق الفيسبوك أو الجيميل. إذن بعد أن تظهر لك هذه الصفحة قم بالضغط على علامة زائد، ومن خلال هذه الواجهة قم بجلب الخلفية التي قمت بتحميلها. بعد ذلك توجه إلى شريط الأدوات في الأسفل، ثم قم بالنقر على أداة Tools، ومن خلال هذه الخيارات اضغط على Resize من أجل تحديد أبعاد الصورة، ومن الأفضل اختيار 1280 بيكسل و 720 بيكسل، وهو أفضل قياس خاص بالصور المصغرة لليوتيوب. بعد ذلك اضغط على Resize يتم إعطاء الصورة الحجم الذي اخترته. توجه مرة أخرى إلى شريط الأدوات، ثم قم بالضغط على Add Photo لإضافة صورة أخرى. إذن الآن قم بإضافة صورتك بدون خلفية. إذن الصورة التي قمنا بإزالة الخلفية منها تقوم بإضافتها إلى هذا التطبيق، ثم اضغط على Add. بعد ذلك قم بوضع الصورة في المكان الذي ترغب به مع إمكانية تغيير حجمها من خلال أصابعك. هنا كما تلاحظ سأقوم بضبط أبعاد الصورة حتى تظهر بشكل جيد، سواء تصغير الصورة أو تكبيرها أو وضعها على اليمين أو اليسار أو تحريكها مثلا بشكل دائري. إذن بعد أن تقوم بضبط هذه الأبعاد توجه إلى شريط الأدوات، ثم اضغط على أداة بوردر، وكما تلاحظ سيظهر لك شريط أبيض بجوانب الصورة على شكل ستروك. يمكنك تغيير لون هذا الشريط أو تغيير سمكه من خلال هذا الخيار. الآن توجه إلى هذه العلامة في الأعلى، ومن خلال الخيارات التي تظهر لك اختار تكست، ثم اكتب عبارة قصيرة وجذابة تعبر عن فكرة الفيديو حتى تظهر للمشاهد بشكل جيد. الآن قم بضبط حجم النص ليظهر بشكل جيد للمشاهد، سواء تكبير النص أو تصغيره، وأيضا وضعه في مكان مناسب. بعد ذلك توجه إلى شريط الأدوات واختر أداة فونت، ومن خلال الخيارات التي تظهر على شريط الأدوات قم باختيار نوع الخط المناسب لك. مثلا سأختار هذا النوع لأن هذا النوع يظهر بشكل جيد. بعد ذلك توجه إلى أداة الكولور، ومن خلال الألوان التي تظهر لك اختر لون مناسب للنص. بعد ذلك يمكنك التوجه إلى أداة ستروك لإضافة شريط بجوانب النص مع إمكانية تغيير اللون أو تغيير حجم الشريط. الآن توجه إلى أداة شادو، من خلالها يمكنك إضافة ظل للنص. مثلا سأقوم بتحديد ظل خفيف أسفل النص قليلا من خلال الضغط على هذا السهم. إذن بعد أن قمنا بضبط أبعاد الصورة وإضافة نص معبر عن محتوى الفيديو،
يمكنك الآن الضغط على هذا السهم في الآلة ثم تقوم بحفظ الصورة من خلال الضغط على سيف، ومن خلال هذه القائمة اضغط مرة أخرى على سيف، ثم اضغط على خيار جالوري ليتم حفظ الصورة على هاتفك. بعد ذلك اضغط على دان. إذن بعد أن قمنا بحفظ الصورة سأتوجه إلى مدير الملفات بهاتفي، وكما تلاحظ تم حفظ الصورة بنجاح. هذه الخطوات التي شرحناها كانت فقط من أجل تصميم صورة مصغرة باستخدام هاتفك وبدون برنامج الفوتوشوب. الآن يتبقى لنا خطوة أخيرة، وهي إضافة الصورة المصغرة لفيديوهات اليوتيوب من خلال الهاتف. إذن توجه إلى قناتك على اليوتيوب باستخدام متصفح الإنترنت لديك. بعد ذلك توجه إلى الفيديو الذي ترغب بأن تضيف له الصورة المصغرة. مثلا سأختار هذا الفيديو. بعد تشغيله سأضغط على أداة التعديل من هنا لتظهر لي هذه الواجهة. الآن توجه إلى الصورة المصغرة ثم قم بالضغط عليها، ومن خلال هذه الخيارات اضغط على تغيير الصورة. بعد ذلك قم بجلب الصورة التي صممتها من ملفات هاتفك، وانتظر قليلا إلى أن يتم إضافة الصورة. بعد ذلك اضغط على حفظ التغييرات، ثم قم بعمل تحديث أو ريفرش للصفحة ليظهر لك بأن الصورة المصغرة تمت إضافتها بنجاح إلى الفيديو. وبذلك أخي الكريم أختي الكريمة، يمكنك استخدام هذه الصور المصغرة لجذب عدد كبير من المشاهدين لفيديوهاتك، لأن الصور المصغرة تعتبر عامل رئيسي إلى جانب العنوان والكلمات المفتاحية وأيضا المحتوى للتأثير في المشاهد وإعطائه الثقة في العودة مرة أخرى لمشاهدة فيديوهاتك، وبالتالي تطوير قناتك للحصول على عدد كبير من المشاهدين والمشتركين. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم، والتي نتمنى أن تفيدكم في الإبداع وإضافة تصاميم جذابة للصور المصغرة. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى دعمنا من خلال إضافة تعليق مشجع، مشاركة الفيديو مع أصدقائك، والاشتراك في القناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناة تقنيات. دمتم في أمان الله.